انت تدري المفروض على المؤمن ان يراقب نفسه وينتبه حتى لا يوقع بالحرام، لان يدري بان اعماله ان عرضا على الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي هو يدعي حبه كل ما يذكر اسمه يدق على صدره. فالامام يفرح من يشوف ربعه عندهم عمل خير ويتعاونون بيناتهم ويساعدون المحتاج، وبالمقابل يتأذى الإمام إذا شاف بعض من يدعي حبه عندهم سوالف غير مرضية. فاللي يريد يصير ويا الإمام ومن منتظريه لازم أن يعمل باللي يحب الإمام ويحافظ على نفسه من الحرامي والباطل حتى يكون منتظر حقيقي للإمام، ويترجم هذا الانتظار بالعمل مو بس باللسان.